القناة الرسمية للقارئ الشيخ ياسر القرشي تقدم لكم. فإن شاء الله نبدأ في تكريم الفائزين، وطبعا أولادنا كلهم فائزين لأنهم حاولوا واجتهدوا وثابروا وتعلموا كتاب الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يجازي أبناءنا خيرا وأن يبارك في المعلمات، وإن شاء الله على الدرب سائرين حتى يختم الأبناء كتاب الله سبحانه وتعالى. نبدأ أولا بالمعلمة الكريمة مديرة المركز الأستاذة إيمان أبو دهب أم عمار. المعلمة أسماء ياسر. المعلمة سمية. سمية ياسر. المعلمة ضحى إبراهيم. والآن جاء دور تكريم الأبناء، ومع العشرة الأوائل المركز الأول الابن حذيفة محمود السيف. المركز الثاني الابنة ريم عبد الرازق هاشم. المركز الثالث الابنة مريم عبد الرازق هاشم. حذيفة وريم يجوا يستلموا المصحف، معلش حذيفة وريم. حذيفة يلا يا حذيفة تعالى خد المصحف. المركز الرابع الابنة أروى أحمد محمد أحمد. مبروك يا أروى.
نسل الكبر. الابنة روضة محمد نبيل عبد المعز، المركز الخامس. المركز السادس رقية محمد نبيل عبد المعز. مبروك يا رقية. المركز السابع هاجر نبوت عبد الحميد. المركز الثامن آيات مصطفى نبوت عبد الحميد. بالله خلي بالك عشان ما تاخدوش تاني. ايوه مبروك يا حبيبي، خد المصحف يا حبيبي. المركز الخامس غادة محمد مصطفى. الأوائل من جزء عمة ليان أحمد محمد طلب. زين أحمد محمد طلب. يارا محمد حجاج. مبروك يا يارا، عايزين تشد حيلك كده. نور عمرو محمد عبد المنعم. فاطمة زهراء عمرو عبد الخالق إبراهيم. مريم عمرو عبد الخالق إبراهيم. هاجر محمد حجاج. حذيفة أحمد السيد تغيان. زياد رمضان محمد بدر. حور رمضان محمد بدر. أسماء ناصر محمد السمان. أسماء ناصر ما جاش.
آدم عمرو محمد عبد المنعم. محمد رأفت محمد صديق. منا محمد عدلي. عبد الرحمن ناصر محمد السمان. أحمد هاشم فخري عبد الجليل. بص تعالى هنا بس كلمة الشيخ. ياسمين خالد علي إبراهيم. يمنى خالد علي إبراهيم. سلمى ما جاتش ولا يمنى ولا ياسمين؟ طيب خلاص سلمى يمنى وياسمين. علي خالد علي إبراهيم. هو سلمى ويمنى وياسمين خالد علي إبراهيم. علي خالد علي خالد علي إبراهيم. طيب وجودي. طيب يحيى هاني محمد سعيد. حبيبة بهجت. صور صور. تعالى يا يحيى. يحيى يا هاني. هات الشهادة عشان نصور بيها. هات الشهادة عشان نصور بيها. هات الشهادة. طيب سلم حبيبة وبعدين يحيى. بص الكلام ده. والآن مع الأوائل من نصف جزء عامة من يعني الحزب الأخير من القرآن الكريم من حزب الستون. رقية ياسر. أنس محسن محمد هاشم. ريتاج عمر أحمد عمر. ريتاج ريتاج موجودة. طيب محمد عمر أحمد عمر. أحمد هاني أحمد عمر. سجى عبد الرازق هاشم. تعال سجدة حامد محمد.
ساكن الشيخ وتصور. محمود أحمد محمود حسن. فداء أحمد محمود حسن. فداء أحمد محمود حسن. موجودة فداء؟ تعال. عمر السيد عاطف السيد. عمر. غلاء محمد نبوت. أسماء سالم عطية سيد. يوسف سالم عطية سيد. منى رزق عبد العظيم. يلا يلا. منى موجودة؟ باسم رزق عبد العظيم. مش موجودة؟ إسلام هاشم فخري عبد الجليل. إسلام موجود؟ إسلام هاشم فخري عبد الجليل. تعالى إسلام. محمد إبراهيم عبد الحميد. محمد إبراهيم موجود؟ محمد أهو. نزل كده خلي وشك يبان. والآن مع أطفال التلقين. سلم بقى سلم. الابن مالك أحمد. مالك أحمد موجود؟ ها مالك مجاش؟ أخوكي؟ دي أنا مش هتصور. ايوه كده. ادم هاشم فخري عبد الجليل. ادم ما جاش صح؟ ادم هاشم. تعال يا ادم. المصحف. مريم رزق عبد العظيم. ما جاتش. حور محسن محمد هاشم. حور محسن محمد هاشم. طيب يعني في ختام الحفل أشكركم جميعا، وأشكر فضيلة الشيخ عبد الرازق العروسي على تشريفه لنا،
وأشكر الابن حمزة الفيومي بارك الله فيه وفي والده، وأشكر فضيلة الشيخ عاصم إمام الجامع الكبير بمدينة الشروق، وأشكر الأخ حسن أبو عدنان القرشي، وأشكر فضيلة الشيخ عبد الرازق الذي شرفنا، كما أشكر المهندس حسن الحنفي مهندس الصوت، وأدعو الأبناء جميعا يجوا واحد واحد كده يستلموا الجائزة الصغيرة دي.